تاتش سبا هو مكان المرأة اللي بتهتم بشخصيتها بأنوثتها وبجمالها. أنا اسمي مها عواد، أونرز لفلفل تاتش سبا. هلا رح أخذكم تور أقولكم شو الخدمات اللي بقدمها فلفل تاتش سبا. ندخل هلا على منطقة المينيكير بديكير اريا. هي عبارة عن منطقة موجود فيها 7 كراسي بتخدم البديكير. البديكير هو عبارة عن فول بديكير، تنظيف للرجلين كامل مع البارافين واكس والاكسفلييشن. عندنا منطقة المينيكير اللي موجود فيها النورمال مينيكير مع الجل كلر والجل نيلز. وفي عندنا الألوان الصيفية والألوان الشتوية اللي ممكن انت تحبيها او تختاريها حسب نوع مناسبتك او لبستك. نروح على صالون الشعر. بصالون الشعر في عنا أحسن أنواع البرودكتس اللي بنستخدمها سواء للصبغة أو لأنواع العلاجية للشعر. إذا كان شعرك تعبان أو تلفان أو ما له أي إشي، في عنا أحسن أنواع وأحسن المنتجات. وعنا قسم خاص لتركيب الشعر الإكستنشن اللي أنت بتفضليه وبتحبيه بأفضل وأحسن الطرق. أخذكم على منطقة كثير حلوة ورجعكم لأيام زمان اللي هي منطقة الحمامات المغربية والحمامات التركية. عندنا ميزة بالحمامات المغربية والتركية إنه إحنا حمامنا وسيع ومنطقته كثير شرحة. موجودة عندي 4 بلاطات بالمنطقة الخارجية و4 بلاطات برايفت بنسميها للمنطقة الداخلية. يعني إذا الست بتحب تتمتع بكامل الخصوصية بتحب تدخل على المنطقة البرايفت بصير. وعندنا الجاكوزي والساونا والستيم. عندنا سبيشال أوفر للعروس، عندنا شاور بارتي لأحلى ذكريات مع الأهل ومع الأصدقاء. ندخل هلا على احلى منطقه هي منطقه الريلاكسيشن اريا. احنا بنعرف انه لكل بشره انواع معينه من البرودكتس سواء كانت البشره دراي او اويلي او كومبينيشن. في عندنا اخصائيه رح تشرح لك عن نوع بشرتك وايش اللي بناسب نوع بشرتك علشان تعمل لك النوع اللي بناسب لبشرتك. في عندنا انواع كثير سواء كانت صيفيه او شتويه. اما بالنسبه للمساج في عندنا انواع كثير عشان الريلاكسيشن. عندنا الاروما وعندنا السويدش وعندنا الهوت ستونز. وعندي بنات كثير بروفيشنال رح يقدروا يعرفوا شو المشكله اللي انت بتعاني منها. في عندي كمان شيء كثير حلو للعروس، شيء اسمه الكليوباترا باث او الشوكليت سباث. هو عباره عن جاكوزي بنحط فيه الحليب والعسل عشان يعطيك الوايتنينج والسموثينج للسكن. اما الشوكليت ما احلاكي وانت تناعي حالك بالشوكليت عشان يعطيك ديتوكسيفاينج، بيساعد على طرد الفضلات الموجوده عندنا بالجسم، بالاضافه الى انه شعور كثير حلو. رح تحسي حالك مويسترايزنج بجسمك بالابعد الحدود. في عنا السكر والواكس اللي هو يعتبر أفضل من الليزر وأحسن من الليزر لأنه أنت رح تقيمي الجلد الميت عن طريق الواكس والسكر. اهلا فيكم، بنرحب فيكم بفيلفت تاتش سبا. احنا موجودين على الفيسبوك والانستغرام بفيلفت تاتش سبا. اي وقت احنا موجودين طول ايام الاسبوع، فاتحين طول ايام الاسبوع. بتمنى نشوفكم عشان تستفيدوا من الخدمات اللي موجوده عندنا.